مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة. ما زلنا في قضية الجيش الوطني والمعوقات والمؤامرات والفساد الذي يعانيه، ونحاول أن نوضح الحقائق حولها. وفوجئنا بوزارة الدفاع تصدر بيانين ضد قناة اليمن اليوم وتنتقدنا بأننا نحاول النيل من تضحية الجيش الوطني، ولكن ما يحدث أننا نحاول أن نوضح الصورة أو العبارة التي قالها وزير الدفاع سابقا في 2019 بأن 70% من قوام الجيش في منازلهم، بينما هناك 90,000 جندي على الجبهات يضحون بأرواحهم، بينما أهاليهم لا يمتلكون حتى راتب شهري يسد رمقهم، ولا يجدون حتى تأمين إذا ما أصيبوا أو تم إعاقتهم أو حتى استشهدوا، وبالتالي يحصلوا على راتب يعيلهم، بينما ضعف هذا العدد كما ذكر وزير الدفاع جالسين في بيوتهم لمجرد أنهم أقارب قيادة الجيش أو لمجرد أنهم مرافقين أو كأسماء وهمية. وبالأخير هؤلاء الجنود هم من يدفعون الثمن. نحن نحاول بقدر استطاعتنا أن نكون سندا لهذا الجيش، ومن أسس الجيش اليمني والحرس الجمهوري وذاق مرارة هيكلة الجيش وتمزيقه وتحويله إلى ميليشيات لا يمكن أن يكون أداة في تمزيق الجيش الوطني. اليوم نحاول أن نسلط الضوء من جهة أخرى وزاوية أخرى مع أحد وأبرز وجهاء محافظة الجوف وقيادي في حزب الإصلاح من قد حركة النهضة وتمكين الشباب في هذا الحزب، وهو مسؤول ملف الجرحى في محافظتي الجوف ومأرب. رحبوا معي بالشيخ الحسن أبكر، قائد المقاومة الشعبية سابقا والمتحدث اللبق والمقاتل الشرس الذي يؤمن بأنه لا أسرار ولا مجاملة في الشأن العام. اليوم أكيد سيتحدث إلينا بمصداقية وسنعرف معلومات كنا نجهلها في السابق. مرحبا بك الشيخ الحسن أبكر، مرحبا بك، ونعزيك في وفاة ابن أخيك السلطان عبد الرحيم أبكر، وهو كما سمعنا سادس شهيد في عائلتكم، تغمده الله بواسع رحمته. ولنبدأ من البداية، ما تقييمكم للمستجدات الميدانية في الجبهات خاصة في مأرب وحرب؟ حياك الله وحيا الله زملائك اللي عندك واللي عندي هنا في الاستوديو هذا، وأسأل الله أن يرحم الشهيد وأن يتقبل دعاك، والشهيد شهيد الوطن وشهيد الجميع، والمصاب مصاب الكل، وكلنا نعزى فيه، كل وطني وكل شريف، وشهدائنا يجب أن نترحم عليهم كلهم ونحزن عليهم كلهم، ولكن إن شاء الله أن يكونوا في الجنة لأنهم يدافعوا عن أعراضهم وهو معتدى عليهم. هذا جانب. بالنسبة لفته وهي مسؤول الجرحى، لم أكن مسؤول جرحى في لا في الجوف ولا في مأرب أبدا، ولم يحصل هذا كتنبيه لقولك هذا. صحيح أنا كنت أهتم بالجرحى أيام ما كنت أنا المسؤول عن المقاومة، ووفرنا لهم كل إمكاناتهم واحتياجاتهم وما حصل فيه هناك أي تقصير عند الجرحى أبدا. الذي لا نستطيع أن نعالجه في الوطن نخرجه خارج الوطن على حسابنا وبقدراتنا وإمكاناتنا المحلية. يعني كان لك دور، يعني كنت مسؤول عنهم أصلا؟ أنا مسؤول عن الكل، أنا كنت مسؤول عن كل، مش عن شيء. مش محافظتي الجوف ومأرب بشكل عام. جرحى لا، ماشي، عندي مسؤولية على جرحى وما استلمت شيء بسبب جرحى أصلا. لأني أصلا لو ما أرسلت لك الأسئلة وكان فيها المحاور كان فيها هذه النقطة، فما تمش تصحيحها، معلش نواصل. ما هي الآن تقييمك للجبهة؟ عندك في المحاور أشياء، عندك أشياء في المحاور أنا أريد بقائها كي أرد عليها. أكيد. أرد عليها زي هذا. هذا هو، لو حذفتها ما كان ذكرتها، ولعل هناك فهم عند غيرك مثل ما عندك في هذا الفهم، فأحببت بقاها كي أرد. شكرا جزيلا لك. الآن ما هو تقييمك للمستجدات في الجبهات وخاصة في مأرب وحرب؟ أول شيء أنه بالنسبة لإسمك تغيريه من رحمة، لأنه عسى يتوافق مع اسم البرنامج. إن شاء الله نبدأ جهدنا لتغييره. إن شاء الله. ما هو تقييمكم حول المستجدات في الجبهات المناهضة للحوثي خاصة في مأرب وحرب؟ سمعت بس انه انطفأ الجهاز وولع. على كل، بالنسبة للجبهات في مأرب وفي الجوف وفي كل مكان، يعني وفي حرض وفي كل مكان، ان شاء الله ما عليها غبار، وتقييم لها انها ستنتصر، وإن شاء الله ستنتصر. التآمر والمؤامرة التي تحاك ضد الجيش
وضد الوطن، إن شاء الله أنها ستبدأ في التلاشي. وبدأ الجيش والشعب اليمني يلتحم مع بعضها البعض، بدأت البلبلة التي كانت تحدث تخف قليلا نوعا ما، بتوحد المواطن، بتوحد الجندي، بتوحد الجميع. وهذا إن شاء الله مبشرة خير لنصر قادم بإذن الله. والنصر موجود، موجود جدا. المقاومة التي لها من 4 و 2004 حتى هذه اللحظة ليست إلا مقاومة عادية من جيش يعني لم يدعم، ومن مواطن مغلوب على أمره ليس بيده شيء وما زال إلى هذه اللحظة. معناه أن هناك قوة خارقة لو أعطيت نسبة بسيطة من التعاون، سواء التعاون المحلي أو التعاون الدولي. طب كيف جيش لم يدعم؟ يعني نحن نتحدث عن جيش مدعوم من تحالف دعم الشرعية، الدول الخليجية النفطية، كيف جيش لم يدعم؟ والأسلحة النوعية وتصريحة الأخوة في المملكة العربية السعودية بأنهم مدوكم بأجهزة وأسلحة ثقيلة وأجهزة نوعية، كيف لم يدعم؟ حتى الشيخ جميل. أمين العكيمي تحدث بأن هناك دعم ومليارات قدمتها الحكومة لدعم الجيش الوطني. أين إرادة النفط؟ أين إرادة الدولة التي تدير هذا الجيش؟ جميل جميل الكلام، جميل. إن قلت لك ما يدعم أخطأت، وإن قلت يدعم أخطأت برضه. الدعم غير صحيح، الدعم هو على أهواء الداعمين وعلى رغباتهم. دعم بكيفه، إذا هذا لم يناسبه شله وده هذا، إذا هذا القائد ما لم يمشي بالتوجيهات التي تفرضها عليه بعض الجهات أزيل أو حجم أو شلوه، أصبح مشلول من عمله وكلفوه من نائبه أو قائد كتيبة واستدعي وهكذا، فيبقى يعني الصراع محتدم. هذا جانب. الجانب الآخر، ما هناك دعم نوعي. إيش الفائدة يعطيني 1000 بندق وهي ما هي صحيحة وغير قابلة للاستخدام، أو أنا لا أفهمها وما تعلمت عليها؟ إيش الفائدة من هذا الدعم؟ أشتري بندق واحدة صحيحة، بندق واحدة صحيحة، وبعدين هذا هو الذي سيتم نسميه دعم. إيش ينفعني به 100 مليار، 100 مليار وهي تروح موزعه لهذا ولهذا، وجعلتنا وشظتنا وجعلتنا متفرقين بين البين، نتصارع داخليا. هذا كلام مهم يا شيخ، بس التوضيح، يعني تقول انه في لا توجد هناك سياسه او اداره للجيش، ولا توجد اصلا اداره واحده للجيش. سؤال مهم يا شيخ، لكن انت تقول الان لا توجد اداره موحده للجيش، ولا توجد استراتيجيه وسياسه موحده للجيش، وان هناك اموال توزع حسب الاهواء، ممكن توضح لنا؟ لان هذا الامر خطير، لانه وخاصه انه في اتهامات كبيره توجه للجيش. الجيش من الغبار عليه، الجيش يعمل والان صامت رغم انه لا ياخذ مرتبات. انا ضد من يتكلم عن الجيش، الجيش صامد وقوي، ان اخذ مرتباته حمد الله واشتغل، وان ما اخذ مرتباته ظل صامد، لا يضرها انت ولا انا، ولو اهل الارض اجتمعوا على ان يفرقوا شملهم او ان يدخلوا داخلهم الوساوس او ان يحاولوا ان يغروا صدورهم باشاعات كاذبه وفارغه او كانت صادقه. الجيش الوطني مصمم على التحرير، مصمم على التاريخ حتى ينتصر او يموت. جميل، بس منذ متى لم يستلم رواتبه الجيش الوطني؟ منذ متى؟ انا لا اعلم، انا كلمتك، انت تعلمي والكل يعلم والجيش يعلم متى. طب انا وماذا عن بتحدث كلام الاكراميات عام. السعوديه؟ وماذا عن الاكراميات التي تمنحها السعوديه شهريا للجيش؟ وماذا عن 25 ألف من الجنود في اليتمى يستلمون اموال بالرواتب السعوديه؟ هذه اريد التاكيد والتصحيح فقط. طالبنا بالاكراميه وعملت منشور في هذا الجانب انه يجب ان تصرف اكراميه الملك سلمان التي صرفها في شعبان الماضي، يعني سنه، وقد ماتوا اكثر واستشهد اكثر بعض المقاتلين من الجيش الوطني ومن المقاومه الشعبيه، ولم ياخذوا حقوقهم. وطالب من الجهات المختصه وقلنا لهم يا جماعه اصرفوا هذه الاموال، عيب تبقى الى هذا الوضع، تم صرف شيء منها جزء والباقي لم يصرف الى هذه اللحظه،
وندعوهم من خلال هذا البرنامج القادة المسؤولين تقول له في أنفسهم يصرفوا حقوق هذا الجندي المسكين الذي دائم يدافع وهو يعلم أنه يؤكل. جميل جدا، نحن نتفق مع الشيخ الحسن أبكر، اتقوا الله وصرفوا للناس رواتبهم، ولكن هذه معلومة جديدة بأنه إكرامية الملك سلمان لم تصرف من شعبان الماضي لأفراد الجيش الوطني كما أنهم بلا رواتب، لكن هناك رأي آخر وأنت تابعت يا شيخنا حوارنا مع الشيخ عثمان مقلي الذي أكد بأن الجيش الوطني يبيع، قيادة الجيش الوطني تبيع الأسلحة في أسواق مارب والأسلحة المقدمة من المملكة العربية السعودية، إلى أي مدى كلام الشيخ عثمان مقلي صحيح في هذه النقطة، وكيف تقيم أن يلجأ الجيش لبيع أسلحته؟ هل يحاول أن يعوض الرواتب أو إيش بالضبط؟ أو فساد؟ عثمان مجلي قلنا لك رجل مجاهد ورجل قام من قبلنا كلنا احنا، وكان سابق لنا في الجهاد في قضية انه بيع الأسلحة. انا لا اعلم بالنسبة لي، ولو علمت ببيع سأذكره. انا اعلم انه الجندي احيانا الجنود يبيع جنبيته، يبيع بلاده وارضه بلا الى هذا اكل اللحظه، بلا شرب بلا لقمه عيش بلا اكل بلا شرب، ايش يعمل؟ ايش يعمل؟ احيانا يصير يضطر يبيعها ويرهنها. لكن انا اعلم ان في قاده مخلصين يسيروا ويدوا له بندق بدل بندق، او ياخذ يشتروا بندقه ويعيدوها اليه لانها مقاتل في الميدان. طيب انت ذكرت بانه في اسلحه لا تستطيعون هذه حاله شاذه، هل هذه حاله شاذه وبسيطه. هل تضطرون لبيع الاسلحه لانكم لا تستطيعون استخدامها؟ انت ذكرت الان في اسلحه تقدم لكم نوعيه لا تستطيعون استخدامها، هل هذا هو نوعية. سبب بيعها في الاسواق؟ ما قلت نوعيه، لا تقوليني ما لم اقل. طيب أنا ماذا ما قلت قلت؟ نوعيه، قلنا لم نعطى اسلحه نوعيه، واذا اعطينا اسلحه عادها ايضا تكون صناعه مختلفه غير الاسلحه التي نحن نعرفها ونتعامل معها. هذه اما نبيعها فعيب هذا الكلام، ما تم البيع، موجودة الأسلحة كلها خربانة، بعض هذه النوعيات التي تستخدم منها أسلحة أمريكية. احنا في اليمن لا نستخدم الأسلحة الأمريكية ولا نتعامل معها كثير، وجيشنا كله متدرب على أسلحة روسية. طيب هل طالبتم التحالف انه يقوم بتأهيل وتدريب الجيش للتعامل مع هذه الأسلحة؟ انا طالبت ايام ما كنت انا ماسك الجبهات، انا طالبت نعم، وعملوا لنا تدريب في شرورة على بعض الأسلحة. نعم. طيب والنتيجة؟ النتيجة تعاملوا معها، بس كانت كلها اليوم العالم كثير تختلف مقاومة اليوم عن مقاومة الأمس. يعني ما زلتم بأمس الحاجة للسلاح وبأمس الحاجة لدعم الجيش الوطني حتى يتقدم، لكن هناك قبل إزدواجية. السلاح، تفضل. قبل السلاح نحن بحاجة إلى توحيد صفنا، صحيح، وأن يسمحوا لنا أن نتوحد وأن لا يشظونا ولا يدعموا هذا ضد هذا. من الذي يعيق توحدكم؟ من الذي يعيق توحد الجيش الوطني ليتقدم وليواجه؟ من الذي يغامر بالجيش الوطني بالجبهات ويضعفه؟ ال 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 الإمارات. الإمارات العربية المتحدة، إيش الممارسات اللي الذي تقوم به بالضبط لإضعاف الجيش؟ إيش؟ ما هي الممارسات اللي قامت به الإمارات العربية المتحدة لإضعاف الجيش؟ نحن بس نريد الحقيقة للناس، نوضح من يعيق تقدم الجيش؟ تمول المرتزقة، وتمول الناس معها، وتمول الحوثي، تتعامل معه كيف ما يريد وكيف ما تريد، وفعلت طارق وألويته، وفعلت عملت جيش لها لوحدها، يعتبر بأمرها، يطلعوا من طلع من يريد وتخلي من يريد، عملت حرب على رئيس الجمهورية، حرب على النائب، حرب على الجيش الوطني، تعاملت معنا تعامل سيء جدا جدا، أوصلتنا إلى وضع سيء جدا جدا. يعني الإمارات كان لها دور كبير إنها دعمت طرف من الأطراف أو شكلت قوات معينة بعيدة عن الجيش الوطني اللي قوات قوات العميد طارق، وأضعفت الجيش الوطني، وتحاول وأن لها أو لغيرها ممن يريدوا إضعاف الجيش الوطني لا يمكن أن يكون ذلك. طب ما موقف المملكة العربية السعودية؟ ما موقف المملكة العربية السعودية من ذلك؟ هل هي مؤيدة لما تقوم به الإمارات ولا الخلل فيكم أصلا؟ المملكة العربية السعودية موقفها محرجة من الإمارات، وتحاول تراضي الطرفين، وتعمل لقاءات وتعلم، وبعضها جاءت لقاءات هنا في الرياض، دعت إليها السعودية لتوافقات والإصلاح فيما السعودية محرجة ما بين هنا وما بين هنا.
صحيح، يعني في جزء من الصورة اتضحت وذكروها بعض الضيوف أنه الإمارات تدعم بعض المناطق من الجيش المرتبطة بالجنوب وفي الساحل الغربي، بينما بقية أفراد الجيش لا ينالون نفس المكانة ولا نفس الإكرامية ولا نفس ينالون؟ ما سلمنا شرهم أم لا نريد أن ننال منهم، بس المسألة الآن شظونا وأدخلوا الفرقة فيما بيننا، وبأموالهم التي أسأل الله أن يشيلها عنهم يدفعون المرتزقة الذي عندنا لا هم لهم وطن ولا هم لهم جيش ولا هم لهم شرف ولا كرامة، يأخذوا من أموال الإمارات ليعملوا داخلنا مشاكل. لكن الشرعية أو القادة الموجودين أكثرهم لأنهم الآن يتعاملوا مع هؤلاء بلطف وبعيد عن المشاكل، لعل الله يوفقنا إلى أن يبعد هؤلاء ويشهرهم منا. طيب من هم المرتزقة يا شيخ؟ ليش نعرف من هم المرتزقة الموجودين بالجيش الوطني وتدعمهم الإمارات؟ أنا لا أعرفهم بالاسم، لكن يعني لا، أنت تتحدث بأن هناك مرتزقة تدعمهم الإمارات وهذا كلام خطير قد يكون صحيح، يعني بس ليش نعرف عشان نتأكد من هم المرتزقة اللي تدعم الإمارات لتمزيق الجيش، وهل هناك مرتزقة بالجيش الوطني؟ هذه مرتزقة ولا يعرف ولا يرى بالعين المجردة. نحن نعلم أن هذا موجود ولكن لا نستطيع أن أثبت. الآن أنا قد أقول أنك حوثية وتتعاملين معي كأنك إحدى الوطنيين للشرعية، ما الذي يثبت لي بالك؟ ما هناك إثبات، لكن أنا أعلم، لكن ما عندي ما يثبت عليك شيء. هذا حق المتشددين، هذا حق المتشددين الدينيين ومحاكم التفتيش، ان احنا نفرض على الناس تهم ونحاكمهم بها. نحن نتحدث عن افعال، انت اتهم ما حاكمناهم. ما هي الافعال؟ ما حاكيناهم يا رحمه. ايوه ما حاكيناهم نحن ولم نحاكيهم، لاننا ما عندنا ادله نعلم بهم، ولكنهم لا يروا بالعلم المجرد كما ذكرت لك. ومع هذا سنصبر والجيش صابر حتى ياتي اليوم ان شاء الله الذي يفتضح فيه. طب خلينا نتساعد بس عشان نوصل لحل. ربما ما يؤكد كلامك هو تحرير شبوة، يعني فجأة شبوة يتم تحريرها عن طريق قوة العمالقة أو ألوية تحرير اليمن السعيد. هل في إمكانيات قدمت ولا في رجال قادروا أنهم يحرروا شبوة؟ ما رأيك أنت؟ ماذا تريدي أنت؟ أن كأنك تريدي أنت أن الجيش الوطني هذا ما هو شيء. هذه الحقيقة، هذا مش كلامي. الجيش الوطني أسقط بيحان ومديريات بسهولة، بينما أجت قوة العمالقة وحررتها. أنت توضح لنا، أنا معك بما ذكرت ولن أحذف حرفا مما ذكرت، لا ضد الإمارات ولا ضد السعودية، لكن وضح لنا كيف تم تحرير شبوة عندما تدخلت قوة العمالقة، وكيف سقطت مديرية شبوة عندما كان المحسوم على الإصلاح المحافظ موجود فيها. قل ما شئت ولن نحذف حرفا. أنت أعلم مني بهذا، وأنا سأذكر لك وسأذكر للمشاهد الكريم. جميل. وأنت تعلمي وكل عاقل يعلم، وإن تغابيتم أو لم تحاولوا أن تفهموا فأنتم أكثر منا فهما. الإمارات هي وراء هذا كله، مسرحية لإدخال الجيش، لإدخال الحوثي إلى بيحان، مسرحية من أجل تكون هناك ذريعة للضغط على الشرعية بنقل بن عديو. وبعدين بعد ما راح بن عديو تجي المسرحية الثانية للدخول، والتفاهم موجود للدخول والسيطرة وإعادة وجه الجيش من أجل هذه محاربة للجيش الوطني. هذا من الأدلة التي الإمارات تحارب الجيش الوطني. الجيش الوطني، أنا أقول العمالقة لا معنى أنها العمالقة قوة ضاربة وقوية وأعطيت إمكانات لم يعطاها الجيش الوطني من يوم بدأت الحرب حتى اللحظة. يعني لو أعطي الجيش الوطني إمكانات لكن بقوة العمالقة. لا تعارضيني. استمر. أنا سعيدة جدا بك. لا تعارضيني. استمر. أقول الجيش الوطني لو أعطي نص ما أعطي للعمالقة من سلاح نوعي، إنها قد حررت اليمن كامل في خلال شهر أو أقل. الجيش الوطني محارب، حتى السعودية تحاربه. ليش؟ لأنه خايفة لو أعطيتها سلاح أنه قبل ولا بعد لو تحررت صنعاء ما يرجوا علينا. وإحنا نعاهدهم الله أننا سنسلمهم الأسلحة. من هذا المنبر أوصل رسالتي إلى الأخوة السعوديين، يعطونا أسلحة نوعية
الحرب ليست على اليمن انتهت، الحرب التي على السعودية الآن، وسيدخل السعودية إذا لم نتعاون مع بعض ويعطونا السلاح اللازم والكافي والدعم الجيد وبطريقة واحدة يدعموا الجهات المقاتلة بدون تشظي فلان أو فلان، طيب ويتركوا الخطط، يترك معي يتركوا الخطط لأهلها يخططوا، ما يجي يخطط لي أصحاب الأرض، أصحاب الأرض من يصدرون التنبيهات، ما يخطط لي يسيبني أنا ولا أدخل في شؤوني، يديني الدعم النوعي الذي مع العمالقة مثل ما أخذت الإمارات العمالقة يعطيها الدفن، وبعدين يقطعوا لساني إذا ما حرروا اليمن كامل. لا كلام جريء، كلام جريء وقوي، وهذا الذي كنا نتوقعه من الشيخ أبكر. عونا لهؤلاء ضد الجيش الوطني، انت الان ما لا انت ولا الجيش الوطني لا يمكن، لا انت ولا التحالف ولا العالم كله ممكن ان يفل من عزيمه جندي واحد من جنودنا في المقاومه الشعبيه وفي الجيش الوطني مهما كان، ما حد يفل من عزيمتهم سواء اعطوا دعم او لم يعطوا. جميل جدا، ولكن نحن لسنا علاقه بالضعف العقيده الموجوده لدى الجيش، نحن لسنا لنا علاقه بان العقيده القتاليه ضعيفه لدى الجيش الوطني. اسمعيني يا رحمه بدون مقاطعه، انت من اول تشرفت بعد ما نسمعك، تفضل. غيري اسمك، غيري اسمك، اسمعي شوفي اقول لك، لازم تعلموا ان الجيش هذا لن يفله محاربته ولا يفل، سيظل يقوم، فاياكم ان تحاولوا تدخلوا مشاكل داخل الجيش بهذا الكلام الذي تقوله. الجيش الذي ذكرت المشاكل يا شيخنا، نحن لم نتحدث الان، طرحت كلام مهم. احنا مشكلتنا مشكله قياده، اما جيش لا، قلت هذه صراحه في كل مكان، مشكلتنا مشكله قياده، قيادتنا نحن بحاجه ان تتغير القياده الشرعيه، تتغير ما عاد منها فائده، كل النظام السابق يتغير، نريد قياده جديده للجيش وللحكومه وللدوله، نريد قياده جديده شابه تتعامل مع الوضع. يعني يا شيخ تشد هيكل الجيش الوطني زي ما هيكلتم الحرس الجمهوري، تشد هيكل الجيش الوطني وتتآمروا عليه زي ما هيكلتم الحرس الجمهوري والجيش، تغيير وتغيير وتغيير. خلينا نكون صريحين، ما يحدث الآن للجيش الوطني أليس هو بسبب المؤامرات التي كانت ضد الجيش السابق؟ خلينا نكون صادقين بس. الجيش الوطني هيكلته كانت اصلا من صالح الوطن، لانه الجيش الوطني حورب من اول يوم، وما قام الحوثي الا من اجل تدمير الجيش الوطني، وكان يحارب ويسلم الالويه ويتصل الرئيس السابق بتسليم الالويه، راجعوا مقابله فهد الشرفي ويتحدث عن هذا الوضع. وانتم قد سلمتم محافظات، سلمتم شبوه بكاملها، اذا سلموا التاريخ يشهد، ما الشعب اليمني ليس غبي، الشعب اليمني مخلف وخبرة سياسية. بلبلة ليس أكثر، لم نسلمها، هذه بلبلة أنت تتخذيها، من أين أتيتي بهذا الكلام؟ سلم من؟ نسلم؟ نحن نحارب، سقطت بيعتنا من قطر واستسلم الجيش. اسمعي 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 ثلاثي بطل الزوبعة، كيف سقطت عسيلان؟ كيف سقطت عسيلان؟ فهمنا أنت كيف سقطت عسيلان؟ أين كان الجيش الوطني؟ أين كان الدعم السعودي وتحالف 17 دولة؟ ما تحالف ما بش اسمعي، قلنا لك من بدايه الكلام التحالف حاربنا، انا كلمتك ووضحت لك كلامك كما هو واضح، وبان هناك تخوف خليجي من ان يكون هناك جيش يمني قوي، وتعهدت بتسليم الاسلحه وهذا كلام منطقي، لكنك انت اتهمت علي محسن واتهمت قياده الجيش. خلينا نتكلم، الخلافات والصراعات الموجوده بينكم هي سبب اضعاف الجيش الوطني، اليس كذلك؟ وكلكم مشردين، انت تحدثني الان من الرياض، رئيس الجمهوريه بالرياض، علي محسن بالرياض، وتقول لي جيش وطني وقيادته في عاصمه اخرى، اعترف بالخطا لتكون رسالتك واضحه. انا كنت في مارب، انا كنت في مارب ومستعد اجلس في اليمن مدى الحياة، ما لا 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 تثيري بلبلة. والرئيس ونائبه وقائد الجيش أينهم؟ شوفي اسمعي اسمعي، لا تثيري بلبلة في غير محلها، احنا تحدثنا عن هذا القيادة سابقا في لقاءات سابقة أنها قيادة فاشلة، قيادة راقدة لا خير فيها ولا منها فائدة. طب كيف نصححها؟ لا نقد بناء، كيف نصحح القيادة؟ كيف نصحح قيادة الجيش الوطني ليعود الجيش الوطني قويا؟ كيف نصححها؟ ان شاء الله ان احنا سنتوحد
كلنا مع الجيش الوطني وبيشكل لنا قيادة جديدة بإذن الله كيف إن في شاء الله. فساد؟ كيف في ناس يستلموا الفلوس يبنوا مشاريع في تركيا ويسيبوا الجيش الوطني يعاني وحيدا في الجبهات؟ كيف ممكن إن إحنا نبني وفي فساد؟ سنبنيه وأسماء وهمية. ما عليك من الأسماء الوهمية وممن يعمل، هؤلاء هم يتشاركوا معها مع الداعمين، يتشاركوا فيها دون علم القيادات العليا أنهم يأكلوها مع بعض. لكن سيأتي اليوم الذي يفتضحوا فيه، يعني تتوقع وسيأتي اليوم الذي سينتهوا فيه. تتوقع نحن إن شاء الله سننتصر وسنشكل حكومة إن شاء الله وقيادة جديدة. هل تتوقع تغيير قيادة الجيش الوطني قريبا؟ ها؟ تتوقع تغيير قيادة الجيش الوطني قريبا؟ أتوقع نصر وتغيير. معا. طيب نصر وتغيير. طيب كيف سيتم النصر وما فيش رواتب مع الجيش الوطني وما فيش علاج للجرحى وما فيش الجيش الوطني صابر؟ لو ينتظر هذا الكلام الذي تقوله او ينتظر هذا البلبل الذي تفعليها ما جالس لهذا الحين، كان انتهى قبل 7 سنوات. الجيش الوطني جالس، هذه ما ليست بلبلة. انت تتحدث من الرياض بينما محافظتك سقطت، قدمت والجوف على طبق من ذهب للحوثي، وتتحدث من الرياض وتقول اسير البلبلة الذي ترك محافظته وبيته وهرب هو الذي اضعف الجيش الوطني. كن صادقا في المصداقية. لأن أنت وأمثالك ممن يسهموا في هذا الجانب لإسقاط الجوف وإسقاط مأرب وإسقاط أنت وأمثالك، هذه مهرتكم. لم نكن موجودين عندما سقطت الجوف، لم نكن موجودين عندما تركت بيتك وهربت. شغالة أنت، شغالة. لم أكن موجودة. أنا بتحدث هكذا عن واقع، أنا بتحدث عن واقع أنت وأمثالك، وأمثالك كثير. إذا أنت مش موجودة، لماذا تراجع الجيش عن دخول صنعاء بعد أن كان يبعد 60 كيلومتر فقط عن صنعاء؟ لماذا لماذا تراجع الجيش بعد أن كان يبعد 60 كيلومتر عن صنعاء؟ لماذا طالما هو جيش وطني وقوي؟ الدعم لا يريد لنا البقاء هنا. شوفي، نحن لا نحاول أن نثير بلبلة كما ذكرت، والله نحاول نوصل للحقيقة. تحدث بأن هناك في مخاوف لدى دول الخليج العربي من السلاح من الجيش اليمني، وهذه المخاوف قديمة، وبأننا نحاول أن نصححه بأن هناك قيادة جديدة. قل لنا ما هي أبرز المشكلات التي يجب أن تتغير ليعود الجيش الوطني قويا ويتقدم؟ هذا النقد البناء يا شيخنا. أولا لما تقولي أنت لا تثيري بلبلة، كلامك هذا أنه دفعته سقطت، هذا إذا أثارت بلبلة. هذه حقائق نكذب، نكذب على الناس. ما تكذبي، أنت تعرفي أكثر مني. اسألي في الأسئلة المهمة التي أنت طرحتيها. أنا أسأل هذه الأسئلة عن الرواتب. أنا سألتي، خرجتي لك، خرجتي عن النص. اسألي الأسئلة التي تريديها. طيب بدون طيب حاضر. كيف وصل الحوثيون إلى أسرار المنطقة العسكرية السادسة وسقطت الجوف؟ كيف وصل الحوثيون إلى أسرار المنطقة العسكرية السادسة وإليها؟ لماذا لم يتلفها الشيخ أمين العكيمي؟ لماذا إيش؟ لم يتلفها الشيخ أمين العكيمي أسرار المنطقة السادسة. لماذا لم يفهمت؟ لم إيش؟ هذه من الأسئلة التي طلبتني أن أعود إليها. كيف وصل الحوثيون إلى أسرار المنطقة السادسة العسكرية؟ لماذا لم يتلفها محافظ الجوف الشيخ أمين العكيمي؟ وماذا عن كمية الأسلحة المهولة التي استولوا عليها في منزله؟ أيوة. لماذا قدمتم الجوف على طبق من ذهب للحوثي؟ احنا ما قدمنا الجوف على طبق من ذهب، الجوف احنا قد تحدثنا عنه سابقا وانتهى الامر فيه. وسقطت صنعاء، سقطت صنعاء. من سقط صنعاء؟ سقطت الجوف. يعني من سقط صنعاء؟ اهم من الجوف، من سقط صنعاء؟ يا استاذي، اذا تركت بيتك انت قبل ان يستولي الحوثي ستة ايام تركت بيتك وخليتم الحوثي يستولي عليها، سقطت صنعاء لانكم هربتم. قاتلت بقدرات وامكانات وخليته كما هو وغيري قاتل. طيب بيتي سقط او طيحت بيتي او سلمت بيتي، ايش سقط صنعاء؟ ايش سقط اب؟ ايش سقط المحافظات كلها؟ ليش؟ من سقطها؟ لأن رئيس الجمهورية الذي أنت عضو مجلس شورى وعينك فيه قال أن عمران عادت إلى حضن الدولة، لأنكم كلكم بكل الأطراف ما في المؤتمر تآمرتم ومكنتم الحوثي. لا يا حبيبتي، مش صحيح. طب احنا بنعرف ليش، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا. فاصل ونعود للحوار الساخن مع الشيخ الحسن أبكر، لا تذهبوا بعيدا.
مشاهدينا مرحبا بكم مرة أخرى، ونعود للشيخ الصريح المقدام الحسن أبكر وحوار حول لماذا سقطت الجوف ودور الجيش الوطني وماذا يحتاج الجيش الوطني لإعادة قوته من جديد. مرحبا بك يا شيخ مرة أخرى. كنا بآخر سؤال تحدثنا عن لماذا لم تتلف وثائق المنطقة العسكرية السادسة، لماذا لم يتلفها العكيمي قبل أن يصل الحوثيون؟ هذا سؤال يردده الجميع ولم نحصل على إجابة حتى الآن. أولا أنا بالنسبة لي قد تكلمت عن الجوف وعن المنطقة السادسة وعن كل هذه الأمور في مقابلات سابقة وفي منشورات سابقة وفي بث مباشر سابق. وهل غيرت رأيك؟ عودوا إليه. عندنا عودي إليه. أنت حملت أمين العكيمي وحملت علي محسن الأحمر. أنا خلاص نائب رئيس الجمهورية. خلاص إذا عودوا إليه. ولا أيوة بس نشي نعرف الأسباب. نشي نعرف الأسباب. يعني تحمل الناس. احنا حاورنا الشيخ أمين العكيمي ونفى كلامك ونقل لك التحايا وقال أنه ليس هو سبب سقوط الجوف بل الشرعية والتوجيهات. هل كلامه صحيح؟ احنا نريد أن نوضح الحقائق يا شيخ، ساعدنا أنت سند لنا. أنا أي كلام للشيخ أمين أو لما عثمان مجلي أنا لا أستطيع أقول لك صحيح أو غير صحيح إلا إذا أنا عندي معلومات عنه. أنا معلوماتي الذي أديتها قد هي واضحة على مستوى الشارع، وعليك العودة إليها ولن أكررها أبدا ولن أكررها. طيب حاضر اسمعي، لحظة بالنسبة لأمين الأكاديمي، أنا أريد أن أرد على الشيخ أمين الأكاديمي في قضية واحدة من خلال مقابلتها معك، وهو يقول أنه يقول أنا أطالب بتشكيل لجنة. أنا أدعوه من هذا المكان أنه لا يقول يطالب، هو مسؤول، نحن نطالب كمواطنين في محافظة الجوف، نطالبه بالتحقيق بتشكيل لجنة للتحقيق. كان المفروض أنه بدل ما يقول أنا أطالب، أنا أشكل لجنة للتحقيق في سقوط الجوف ويدعو لها الأحزاب ويدعو لها الشخصيات المهمة ويخلي هذه اللجنة لها صلاحياتها ويصلح الشيخ أمين قال الذي عنده. الشيخ أمين اتهم رئيس الجمهورية واتهم تحالف دعم الشرعية بتقديم الجوف على طبق من ذهب للحوثيين، قال ما عنده. هل حقق رئيس الجمهورية؟ هل حقق نائب رئيس الجمهورية بسقوط الجوف؟ وأنت من وجهاء الجوف، هل خلاص سلمتم الجوف للحوثي؟ لن تعودوا إليها مرة أخرى؟ لا يستطيع رئيس الجمهورية ونائب الرئيس لا يستطيع عمل شيء ولا يعملوا شيء. الرئيس هو أمين العكيمي، عليه أن يشكل لجنة، وهذا طلبت به في منشور أول ما سقطت الجوف أنه لازم من تشكيل لجنة للتحقيق في سقوط الجوف. وانتهى الأمر. الآن على أمين العكيمي يشكل لجنة كمحافظ مسؤول أولي يشكل لجنة للتحقيق في هذا الأمر. الرئيس ما مش رئيس، إذا أراد أمين العكيمي يعمل لجنة عمل لجنة، ما أراد لو رئيس الجمهورية يشكل لجنة رفضها أمين العكيمي. طب دورك أنت الآن، دورك كشخص لباق ومتحدث شرس وبحرية لازم تحدثنا الآن. كيف سقطت الجوف وكيف ممكن تعيد الجوف ولا تلقوا للسلام مع الحوثي وخلاص مع السلام طالما فشلتم في الحرب؟ كلمنا من النقبة، كلمنا قلت ماضي قلنا لك سقوط الجوف في مقابلة سابقة. الآن اديني في شيء لم أتحدث عنه أجيبك. طيب. طيب حضر ولا يهمك. ماذا عن المظاهرات التي قادها اللواء 141 ضد الفساد في محافظة الجوف وكان سبب سقوط محافظة الجوف كما أشاروا بمظاهراتهم؟ ما عندي علم في المظاهرة. خرجت مظاهرة مشروب وسائل الإعلام ألا تطلع يا أخي؟ أنتم صنع قرار، اطلعوا على وسائل الإعلام، احترموا وسائل الإعلام. ما شفت ورشه صورهم؟ انه صميل انت ما تفهم. ما حرز لي على رسول الله، ما عندي علم. طب ما حقيقة عدم تبعية الألوية بعض الألوية اليمنية على الحدود ما بين اليمن والسعودية للسعودية؟ يعني السعودية هي اللي تتفق معهم وتدفع لهم فلوس وليست وزارة الدفاع اليمنية، وخاصة في اليتامى حيث هناك 25,000 جندي يستلموا رواتبهم من السعودية مباشرة. السعودية هي اللي بتصرف رواتب الجيش كلها الذي في الحدود ولا بكل مش الجيش الوطني؟ من لنا صرف، قولي من ناخذ، من ناخذ؟ معكم ايرادات النفط، معكم في مارب ايرادات ضخمه، معكم ضرائب، معكم مساعدات انسانيه، معكم اموال مهوله من السعوديه. انا باعت عليك تذكره على حسابي وامشي انا وانت الى الى الى, إلى مارب واعطيك كل الكشوفات تشوفي هذا الكذب والدعايات اللي يقولوها وين مصارفها وما هي. ماني موافقه يا شيخ،
وتتحمل مسؤولية. بس ممكن تذكرة ثانية لتركيا، نشوف الاستثمارات الموجودة بتركيا والتي كانت كلها مظاهرة الجيش الوطني. من أين القيادات المختلفة الأحزاب الأخرى بما في حزب الإصلاح معهم كل هذه الاستثمارات في تركيا؟ نتكلم بصراحة، اتكلم بصراحة. الذي في تركيا والذي في كل مكان استثماراتهم الله أعطاهم إياها. من تقصد زنبيل فيما؟ أنت تعنيني كما أنا؟ أعطاهم الله. هل تعطيني أنا أم تعني حميد الأحمر؟ جميعا كقيادة ما تقصدي تحدثي بغير لواكة، حدثي تعنيني أنا؟ أحدثك أنت أنك موجود أمامي وحميد الأحمر بحاوره. تعنيني أنا؟ قولي عنك أنا في تركيا وعندي هذا الكلام، تعنيني تريدي مني أنا؟ أنا أيوه أيوه أيوه. هل معك منزل بمليون دولار؟ هل معك منزل بمليون دولار زيك زي حميد الأحمر؟ إيش؟ هل معك منزل بمليون دولار في اسطنبول زيك زي الشيخ حميد الأحمر؟ مع حميد الأحمر من حقه، من حقه، من قبل ما يعرف أنت وقبل ما تخلقي، وحق أبوه. من فين حق أبوه؟ يعني أبوه كان تاجر كبير، ما شقي مع الدولة ولا أخذ وظيفة، تاجر من حال التجار. من أين هو هذا؟ ماذا تريدي تشويه من؟ ما لا أريد تشويه أحد، نحن نسأل. هناك استثمارات ضخمة في تركيا، من أين لكم هذه فقط؟ والجيش الوطني جاء. تسأليني عني سؤال. تسأليني عني نعم أنا. نعم، أنت ضيفي، أنت ضيفي الشجاع الجريء المتحدث الذي يحظى بتقدير. أنا بالنسبة لي عندي أيضا أموال من قبل ما تدعمنا السعودية، ومن قبل ما تعطينا أموال، وأنا ما أخذت وظيفة ولا لحد حقي حاسبني، لا أنت ولا رئيس الجمهورية، لأنني قاتل. لا، من أين لك هذا؟ هذا دور الإعلام، ألا تحترم دور الإعلام يا شيخ؟ أين لي إذا مسكت قيادة في أي عمل أو في أي منصب سياسي معقول أو عسكري؟ أنا لا بأمسك منصب لا عسكري ولا سياسي ولا كلفوني، وأنا مطرود من الدولة اليمنية من يوم قامت في 62 عام 62 حتى اللحظة. أتحدى واحد يقول إني مسكت وظيفة ولا أخذت مقابلها ريال واحد حتى اللحظة. يعني أموالك كلها ورثتها عن أبوك وجدك؟ ورثتها من جدتك. يا شيخ احنا نشتي نحصل على معلومة للناس، وهذه مقابلة تاريخية. أموالي من قبل السعودية وقبل ما ندخلها وقبل الحرب. قبل الحرب هنا أنا حاربنا في الجوف، ما كانت السعودية تدي لنا مليم، كنا نأتي إلى هنا نترجاهم أدولنا ساعدونا، قالوا إحنا ما ندخل في الشؤون الداخلية. قلنا إذا جرحانا أنتوا قالوا ما ندخل في الشؤون الداخلية، قلنا أنتوا تعالجوها لصعدة، هناك معكم مستشفى. تنبه بعض الأمراء وكبار الشخصيات في السعودية حفظهم الله، قالوا هذه حقيقة، إذا جرحاكم نعالجهم، ودخلنا وتساعدنا ودخلوا جرحانا والحمد لله رب العالمين. هذا الذي أعطونا احنا عندنا. يعني ساهمت السعودية بعلاج بعض الجرحى؟ ها؟ ساهمت السعودية بعلاج بعض الجرحى؟ عالجت كل من أوصلناه إليها، من أوصلناه إليها جريح عالجته سواء. طب ليش ما توصلوش يا شيخ، ليش ما توصلوش كل الجرحى لعلاجهم، ولا بس تختاروا أسماء معينة؟ أنا أتحدث معك من عام 2008 إلى عام 2014. ها، من قبل الحرب. وماذا بعد الحرب؟ ايوه وين اقول لك، احنا ما عندنا شيء وما عندنا كل شيء من اول، ما عندناش في حاجه لكم ولا لكم. ايوه، هذا مؤلم، مؤسف. أيوة. عكس ما تقول ان احنا نثير البلبله، بالعكس هؤلاء ابناء انا اللي من الجيش الوطني، هؤلاء اخوتنا. غلط اللي بتقوليه، سووا بلبل على الناس، على يعني من دافع عن وطنكم تسووا على مشاكل اثرته، كان احنا اكلنا اموال الناس، ما اكلناها. بطلوا منكم عين. مع هذا لن تفلوا في الجيش الوطني ولا فينا مقدار شعره. طب علمنا، ساعدنا كيف ندعم الجيش الوطني كاعلام. ها؟ علمنا كيف ندعم الجيش الوطني كاعلام، خاصه انه قياداته متصارعه، كل واحد وفي تصدع في الجبهات الداخليه. علمنا كاعلام كيف ممكن ندعم الجيش الوطني. ما لم تتفقوا انتم فيما بينكم. بعمل لك خطه اذا بتقبليها مني. نقبلها، ليش لا؟ احنا هنا نحاول ان نصحح الاوضاع، نحاول ان نشخص الاوضاع، لا نثير البلبله. صحح الاوضاع الان، كيف نوحد الصف الوطني المناهض للحوثي؟ صحح الاوضاع بدون ما تمكرنا. الجيش هرب، الجيش فعل، الجيش ده سلمته. صحح الجيش، ما يهرب الجيش، ما هرب. دي مشكله،
اسمعي، دوري اسباب اخر لايصال الرساله باساليب طيب اخرى، ستجديها حاضر، ستجديها. علمنا هلا ايش؟ علمنا بعمل الان لك قبل خطه، المعلومه بعمل عندك لك علم. خطه، اني انا اسال. بعمل لك خطه. اسالي يلا، هيا طيب هذه اولا، الاسئله عندي والله جوا. كيف نوحد قيادة الجيش الوطني عشان تقدروا تخدموا الجيش الوطني؟ إذا أنت والنائب نائب رئيس الجمهورية علي محسن، وإذا أنت والشيخ هاشم الأحمر وأمين العكيمي متصارعين كقيادات، كيف ممكن الجيش الوطني يتقدم؟ ما احنا ايش متصارعين؟ احنا نشتيع ان اخواننا في المملكه العربيه السعوديه، انا ما عاد بتكلم عن الامارات، خلوا الامارات، الاخوه في المملكه العربيه السعوديه، اول شيء نريد ان يطمئنوا ان احنا ابنائهم واخوانهم، ولن نخونهم ولن نغدرهم، ويكونوا على ثقه منا، لا يكون التخوف هذا موجود من المبلين والاعلاميين الكذابين اللي ينشروا اشاعات ان هؤلاء لو مسكوا السلاح او كذا سيفعلوا. هذا جانب. ثاني حاجة، يدعم الرئيس مباشرة مع تحفظاتي على الرئيس، وما قد قلت سابقا على الرئيس وعلى النائب، يدعموا دعم تسلسلي، دعم تسلسلي عبر كيف الرئيس. يدعموا؟ الأولى مفهومة، اسمعي الأولى اسمعي مفهومة، اتكلم، جميل، بس كيف دعيني يدعموا اتكلم. الرئيس؟ اسمعي اسمعي اختي، اسمعي بس اسمعي علمنا اسمعي، كيف يدعموا. ما لا تقاطعيني، لا تقاطعيني، اقول طيب يدعموا الرئيس عبر تسلسل، حولوا الدعم سواء مادي او معنوي، السلاح او اي شيء، وعبر الجهات المختصه، معنى وزاره الدفاع، ما هو سوي لي اركان حرب ضد وزير الدفاع، وزير الدفاع ضد اركان حرب، يعني يتعاملون مباشره، تركوا الرئيس، تركوا النائب، تركوا رئاسه الوزراء، يخلونا بيننا نتصارع، أها، يتركونا يعني فرصه يشجعوا للعمل. خلافات ما بين قيادة الجيش ما هم. بين الى اخواننا هنا في التحالف عرفوا اننا اذا اعطوا الدعم مباشر بدون ان يعطوا فلان وعلان وهنا وهنا، بتكون قوه ضاربه، وما عاد انا بعسير زعلان لا على فلان ولا على لهن، بيمشي صحيح. الحرب على ما يرام، وبننتصر باذن الله، وبتنتصر السعوديه، ويزيلوا هؤلاء الخطر الجاثم فوق رؤوسنا القادم علينا من ايران ومن الامم المتحده وامريكا ومن كل مكان. صحيح. طيب الآن الصورة اتضحت بشكل كبير وجميل. أولا ما فيش دعم كافي، يجب أن يكون لك دعم كافي. اثنين، يجب أن يتم الدعم من خلال القنوات المناسبة، وليس كل دولة إقليمية تدعم لها طرف ضد الآخر، ويكون عبر وزارة الدفاع أو عبر الجهات المعنية. واضح جدا. ثالثا، يجب الدعم أن يكون بحسب احتياج أهل الأرض وليس بحسب احتياجهم هم. والخطة والاستراتيجية في المواجهة للجيش الوطني يجب أن تكون حسب قيادة الجيش الوطني. كلام جميل، ولكن معنا نقطتنا الآن، وماذا عن الفساد؟ إذا كان الجماعة يتهموكم بأنه أسماء وهمية، يعني لواء النصر الذي يقوده الشيخ أمين العكيمي في بؤ 4000 أسماء وهمية، 4000 اسم وهمي، وطلبوا منه أنه يجيب أسماءهم ما قدرش، طب علمهم كيف يعالجوا ذا الفساد بس، وننتقل إلى دور الأحزاب السياسية. بالنسبة للفساد، ما في مكان إلا في فساد، وقد قطعت أيدي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صحيح. الحد من الفساد سيكون إذا استمر الدعم بطريقة تسلسلية عبر الهيكل الهربي للدولة، صحيح صحيح. أما عشوائية كل واحد يرفل، كل واحد يدي الحين، حتى اللي بيدفع الفلوس الحين يدفع الفلوس، ها قال لي حقي منها ياخذ نصيبها، لأنه صحيح. لكن إذا جاء عبر تسلسل وبدأت يحاسب الرئيس الذي يعطي الدعم، والرئيس يحاسب ما دونه. طيب إذا الرئيس راقد، خلينا نكون منصفين، خلي النائب علي محسن مهما على كان، الأقل عادة يظهر. الرئيس هادي راقد ولا يظهر، يعني لو جبنا له الدعم إيش اللي يقدر يعمله؟ خلينا نكون صادقين، هل يجوز أصلاً أن يحكم وهو في عاصمة أخرى؟ أقولها رسالة من هنا، أنا الإخوة في التحالف يروا أن الرئيس أفضل لهم من غيره، هذا الرئيس لأنه راقد، أنا حبيبي أنصحهم أنه لا يعجبهم هذا الإنسان، ولا يفكروا انه الذي بينفعهم برقوده وانهم يمشوا كل شيء على حسب ما يريدوا، وهو راقد او وقع لنا هذا القرار او وقع لنا ذاك، فليعلموا انه سيكون يوم من الايام سيندموا، صحيح. فليغيروا رؤيتهم وسياستهم او يوقظوه ويتركوه يتعامل مع مستشاريه. تمام، خلينا الآن نتحدث عن توحيد الصف المناهض للحوثي ودور الأحزاب السياسية، الذي أكيد كان لها دور كبير فيما وصلنا إليه، وأنت قيادي في حزب الإصلاح ولك دور كبير في حراك تقوده من أجل تمكين الشباب أصلاً، وإلغاء الحرس القديم وتجديد الدم في حزب عريق كحزب الإصلاح، فما دور الأحزاب السياسية للمرحلة القادمة؟ اسأليهم هم، الأحزاب السياسية ايش دورهم؟ أنا داري ما وأنت أنا إيش؟ لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الغيب.
لا لا انت نحن يا شيخ اليوم انت مش مركز معي خالص. انا الى الان يا رحمه، انا دور الاحزاب ما هو دور حزب الاصلاح. انا الى الان يا رحمه ما شفت مشروع لاي حزب سياسي ما مش معاهم مشاريع، لا المؤتمر ولا الاصلاح ولا الاشتراكي ولا الناصري ولا مع وينهم. انا ما رايت لهم حتى مشاريع، ما شيلهم مشروع. اين مشروع؟ ما تشوفهم مش بالتلفزيون وبالقنوات الفضائيه. اولا هذا السؤال انا والله لا اعلم ايش سياستهم المستقبليه، اساليهم. نصيحتك يعني. انت قائد، انت احد وجهاء محافظه القوف، ايش تنصح الاحزاب السياسيه؟ قولي ايش تنصحهم؟ قولي ايش تنصحهم؟ ما تقولي ايش سياستهم المستقبليه. طيب ايش تنصحهم؟ قولي ايش تنصحهم؟ حاضر. الشيخ الحسن عكر، ما هي نصيحتك للاحزاب السياسيه لاجل مستقبل اليمن؟ نصيحتي ان يوحدوا صفهم وان يكونوا قوه واحده وان يتجاوزوا لبعضهم البعض وان ينسوا الماضي بكل ما فيه من عقد ومصائب وان يغيروا قادتهم الذي قد مر عليهم عقود من الزمن. القيادة وأنا قلتها سابقا يجب أن تتغير، هذا هو الذي يجب عليه، هذا اللي أنصحهم به. طب كيف يغيروا قيادتهم؟ مثلا يخرجوا يتمردوا على قل المؤتمر قدوا 20 قسم مثلا الإصلاح والاشتراكي والناصري، يغيروا قيادتهم كيف؟ أنا أتحدث عن الإصلاح، أنا أتحدث عن الاشتراكي والناصري. الإصلاح بالنسبة لي أنا أطالب بتغيير القيادة، تغييرها وعاديهم قيادته سيكون فوق روسنا وقادتنا والقائد السابق، لكن يروحوا خلاص لانها اصل الافكار حقهم ما عاد تتناسب مع الواقع والعصر الجديد. وشاخوا لابد من شيء، لانه وهذا نصحتهم اول ما خرج المؤتمر بعد مقتل الزعيم. بعد مقتل الزعيم وخرج المؤتمر والله عملت رساله عودوا الى صفحتي وطالبت ان لا يفرح الاصلاح بتشفي المؤتمر، يحاولوا لملمته واحتوائه ويصبروا عليه وعلى قادته، سيكونوا قادته مختلفين يحتوهم ويكونوا يد واحده، لا تفرحوا لما هم متفرقين من اجل تكبروا. اذا صور المؤتمر صورتم انتم، اذا كبر المؤتمر وان عرفتم كبرتم انتم، لكن ما نفع نصيحتي ولا شوري لهم. لا 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 اكيد اكيد لك شعبيه موجود لدى شباب الاصلاح بسبب رؤيتك التجديديه ولدى كثير من قاده المؤتمر، لكن ماذا تنصح حزب المؤتمر يعني بحكم انك سياسي مخضرم، ماذا تنصح قاده المؤتمر للمرحله القادمه؟ ويوحدوا صفهم كيف؟ يوحدوا صفهم ويكونوا كيف؟ شو المؤتمر هو حزب كبير وحزب كنا نعول عليه، صح احنا كنا نختلف معاهم لكن خلافنا كان خلاف ادبي وخلاف مؤدب خلاف راقي. انا انصحهم يكبروا يرجعوا الى مكانتهم التي احنا نرجوها ويرجوها الشعب اليمني باكمله، يرجعوا حزب قوي ويتقاضوا لبعضهم البعض ويعملوا انتخابات بينهم درويه، كل واحد يشتري زعيم، كل واحد يشتري زعيم ويستعد انه راس، يبعدوا هذا الامر. وانا ارى رئيس الجمهوريه يخرج من رئاسه المؤتمر وعلي محسن يبعد من رئاسه من نائب الرئيس المؤتمر ويسووا قياده جديده للحزب، يخلوا الرئاسه صافيه فاضيه الدوله ما لهاش علاقه بمنصب مناصب، لا علاقه بالحزب. يبعدوا لانه ايضا مش مرغوب عند كثير من المؤتمرين، مش مرغوب الرئيس اصلا ولا علي محسن، مش مرغوبين. يخلوا هؤلاء ممكن يتوافقوا ما دونهم ويحلوا مشكلتهم ويتغاضوا واحنا بحاجتهم. علي عبد الله صالح يروح علي محسن، نحن بحاجتهم يتوحدوا، هم بحاجتهم الوطن بحاجتهم. طب ألا توجد مؤشرات هناك بأن هناك تغيير أيضا في قيادة حزب الإصلاح؟ يعني اختفى الأستاذ اليدومي واختفى الأستاذ الآنسي الله يشفيه إن شاء الله، وبدأ يظهر الأستاذ عبد الرزاق الهجري والأستاذ علي عشان، هل هناك تغيير ضمني لقيادة حزب الإصلاح؟ الإصلاح حزب واضح ولا يمكن أن يكون هناك تغيير إلا ويراها الشعب ويراها الأمة، ما لا يمكن أن يكون حكر على التنظيم، ما في شيء، الأدومي موجود وكلهم موجودين بس ظهورهم عائد للحاجة، ما هي الحاجة التي ممكن أن نظر على ناس مش موجودة. الحزب الإصلاح حزب قوي متمكن، إدارته ذاتية، أفراده يشتغلوا كويسين، والله ما عليه غبار، أفضل حزب وأحسن حزب، أتمنى أن تغير قيادته، ستحرر الدنيا كلها إذا حتى القدس ستحرر إذا غيرت قيادة الإصلاح.
الإصلاح حزب الإصلاح حزب عريق وفي جيل جديد يعني متجددة، جيل ثائر، جيل يسعى إلى التغيير، أكيد بيكون في صدى لدعواتك. لكن فيما يتعلق بالسلام ما بين مع الحوثيين، كيف ترى المستقبل السلام مع الحوثيين؟ نحن ما عندنا مشكلة من السلام، المشكلة ما أدري لماذا الإعلام يصيح على السلام مع الحوثي. احنا ما عندنا مشكلة، الحوثي مشكلته هو اللي ما يريد السلام، هو يريد أنه يقول أنا أمدد السلام، اتفضلوا ادخلوا صنعاء، ما ندخل صنعاء، هو مسلح يخبطنا ويضربنا ويقيدنا ويدخلنا ويسحلنا، لا لا، هو يدعو إلى السلام يسلم السلاح، واحنا نسلم السلاح، الجيش الوطني يبقى يمسك. إذا هو مع مشكلة مع الجيش الوطني وإحنا معنا مشكلة مع الجيش الذي عنده، نعمل بلورة لهذا الجيش وبقيادة حكيمة مستقلة من رجال الشعب اليمني الوطنيين ومن الشرفاء من العرب إخواننا، ونسلم سلاحنا كله إلى الجيش ونقعد على طاولة المفاوضات للتفاوض ما دون سلاح. أما يجي يدخلني تحت تعال وضحك عليكم حتى نقول العلامين، يدعو إلى السلام، يدعو إلى السلام، ده السلام يجي بغاني تحت قدمه. طيب وعلى الجانب الاقتصادي والسياسي لك ملاحظات في التقارب مع الحوثيين؟ لا ملاحظات عندي. طيب. لكن لا متحفظ. ليش متحفظ؟ يعني انت تكلمت على انه ممكن يكون في تقارب ما بين كل الاطراف في الجانب العسكري، جبت وجهات نظر. طيب في اموال كبيره جمعها الحوثيين اصلا، وانتم جمعتم اموال كثيره والمؤتمر وغيره، هل تشكل عائق في تقارب كل الاطراف وجلوسهم على طاوله واحده؟ لازم راعين لما تفلسوا ويقطعوا عليكم كل مصادر الدخل. من فلس قد واحد قد ما حد وراء الفلاس اللي احنا فيه، حد شيء اكبر من الفلاس من هذا؟ ما هناك اكبر. نحن في وضع حرج لا يعلم به الا الله، نحن بحاجة إلى أن نتوحد، ننسى الماضي بكل ما فيه ونعود إلى طاولة واحدة وما فيش حد بايزي حد. طب أنت تحدثت عن الشروط الذي قلتها. جميل جدا، تحدثت عن أنه دور الأخوة العرب في ذلك، قل لنا كيف ترى الدور المصري في لملمة الصفوف اليمنية والدفع بعملية السلام إلى الأمام؟ الدور المصري أنا أعتبره أشرف دور وأفضل دور. المصريين دائما دورهم قوي ومشرف، ونحن ما ننسى مواقفهم السابقة معنا التي قبل أن نلد مع الجمهورية اليمنية، وحتى اللحظة ما زالوا هم قبل أن نلد. يعني عادك صغير أنت أكيد ولدت قبل أن نلد، وكأنك عادك صغير بالسن. أنا أصغر منك، أنا من مواليد 62. طيب الدور المصري يعني تعول عليه كثيرا، طب ماذا عن الدور العماني؟ نعم ادور اعول على الدور المصري، وبعدين لها فضل ايضا، ما فيش دوله يعني عاوت اليمنيين اكثر منهم وسهلت كل شيء لليمني. هذا تحدث عن ونقد فيها في اكابر دورها كبير، وبالتالي الدور المتوقع منها الامل فيها اكبر. نعم. طيب ماذا عن الدور العماني؟ الدور العماني لا اعرفه. كيف لا تعرفه؟ يعني في كثير من في تهم كثيره توجه للعمانيين بتهريب اسلحه للحوثيين. هذا يقال، انا لا اعرف، لا ما قلت لك ما عندي علم، لو عندي علم لقلته، لا نتحرج لا من عمانيين ولا مغرب. انا اعلم ان الشعب العماني والدوله العمانيه دوله طيبه تحاول تكون بعيده عن المشاكل الاقليميه، ما تحاول يعني تدخل نفسها لكن اذا في شيء من هذا القبيل اسمع، نسمع جعجعه ولا نرى طحينا. إلى الآن يعني لا توجد لديك أدلة. طيب ماذا عن الدور القطري وهم مهم جدا وهو أحد التهم التي تستخدم ضد قيادة الجيش الوطني؟ لا سألتني سؤال من سأسئلة، قل لي فين أسئلة؟ لا تحدث الدور القطري موجود ضمن المحاور. أنت وصلت لعند دولة قطر ولا تريد أن تتحدث باختصار؟ وصلت لعند دولة قطر ولا تريد أن تتحدث، ما هو الدور القطري في تمزيق الجيش الوطني ودعم بعض القيادات دون القيادات الأخرى؟ ما أعلم بشيء من هذا، ما أعلم، خاصة بأنها هي أول من زرعت بذور النفاق في الجيش اليمني من 2011. ما عندي علم بهذا. يعني فيما يتعلق بمصالحكم لا عندك علم، لكن فيما يتعلق بتوجيه التهم للآخرين تتهمهم بسهولة. اسمعي، اولا ما عندي مصالح في قطر، اولا انا شخصيا اعلم، وانا تكلمت في عام 2011 على القطريين
لأنهم أدخلوا الحوثيين لعندهم وقاموا بتشجيعهم وإعمارهم، وحنا نتحارب حنا وياهم. وتكلمت كلام قاسي وأعيده إلى صفحتي في هذا الجانب. قطر أنا ما نش في حاجة لا قطر ولا في حاجة سعودية ولا حاجة تركيا ولا حاجة عمان، أنا في حاجة الله سبحانه وتعالى. وأي شيء رزق لي سيأتيني رغم أنف هؤلاء كلهم سيأتيني إذا أراد الله لي رزق على أيدي أحد منهم. أما أن يكون رزقي تحت المذلة أو من أجل أن أجامل قطر، لا، هذا لا يمكن، لا أجامل لا قطر ولا غيرها. فإياك أن تقولي مصلحتكم، أنت تتقولي الآن بزين محاكمتك وقص. طيب ما هي رسالتك للحوثيين؟ ها؟ رسالتك إيش؟ للحوثيين، رسالتك للحوثيين، هل لديك رسالة للحوثيين؟ نعم نعم. ما هي رسالتي للحوثيين؟ أعود إلى السلام وفق الشروط التي ذكرتها فقط. نعم، أي سلام. هو بالله تعالوا ادخلوا صنعاء، أهلا وسهلا، ورحبكم وعفو عنكم. سيستعفى عنا يعني إيش؟ إحنا مدري مين إحنا، نعفي عنا إحنا، إحنا نسامحها إحنا، وحنا قد أعلناها في بيتي وقلنا نعفو تعالوا خلاص، إحنا لا استعدنا بيوتنا وأنتم فجرتوها، ما عاد نريد تفجير بيوتكم، تعالوا مد أيدينا لكم. ونحن الآن في حالة انتصار وأنتم في حالة انكسار، والحرب هكذا سجال. الشيخ الحسن الأبكر أحد وجهاء محافظة الجوف والقيادي البارز في حزب الإصلاح، شكرا لك، كنت معنا من الرياض عبر زوم، وكان حوار ساخن وجريء ومليء بالمعلومات المهمة. مشاهدينا، كنتم معنا في حلقة جريئة مع الشيخ الحسن الأبكر، ونلقاكم الأربعاء القادم في حلقة أخرى.